ولكن الناس قدامي راه كيبني والعال كيبني كيعطيو الفلوس كيعطيو الفلوس وتحية خالصة لكافة سكان ساكنة رأس الماء. ونعتز وبه نرحب ونعتز بالزيارة الميمونة والمباركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. نصر للملك محمد السادس، نصره الله وأيده إلى منطقتنا الشرقية. عفاكم عفاكم. ونقول نعم يا صاحب الجلالة، نريد ما تريد، نريد مغربا جديد. الله من أجلك، من أجلك يا صاحب الجلالة ننشد الأناشيد. أنت يا صاحب الجلالة حبنا وعشقنا الوحيد. نحبك يا صاحب الجلالة من الوريد إلى الوريد. نقف وإياكم هذه الوقفة، وقفة رجل واحد، من أجل آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأبنائنا وجدودنا وأحفادنا، تحت شعار لا للإقصاء لا للتهميش، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية، نعم للكرامة. مطالبنا هي بسم الله الرحمن الرحيم محاسبات المسؤولين والمنتخبين. حنا بغينا لجنة تقصي الحقائق تجينا من الولاية ولا تجينا من الرباط، كاع قطاعات نتاع الوزارة والعدالة يحضروا معنا ويحقوا مع هاد الناس بسبب استعمالهم المال العام والملك العام واستغلالهم للنفوذ وترهيب المواطنين. وحنا خلعونا عباد الله، وانتم كلشي على عينيكم كتشوفوا وكيضربونا. حنا منين جايين؟ حنا مواطنين مغاربه، حقنا هنايا، جدودنا ماتوا على هذه البلاد وحنا غادي نموتوا على هذه البلاد. نعم نريد التحقيق مع المسؤولين والمنتخبين الغارقين في الفساد وتقديمهم للعدالة. وبسبب غادي نقول لكم النقط علاش هاد الناس بغينا نديوهم للعدالة. حنا معاهم إلى الأمام، حنا بغينا العدالة، حنا بغينا الشرعية، بغينا القانون. حنا درنا نعم للدستور، ما درناش لا للحرية العامة، درنا نعم للحرية العامة، نعم للتظاهر، نعم للمطالبة بالحقوق، نعم للإنسان. النقطة الأولى، النقطة الأولى تسليم رخص البناء بانتقائية وبدون سند قانوني، مما أدى إلى اغتناء ممثلي السلطة والمنتخبين على حساب المواطنين. تسليم رخص البناء بانتقائية وكيعطيو للناس اللي بغاو، وكيعطيو للناس اللي بغاو، وكيعطيو للناس اللي بغاو الفلوس، واليتامى ما كيخليوهمش يبنيو، ولي بوفر الفقراء ما كيخليوهمش يبنيو. ومليون فرانك باشاوية رأس الماء ولات الباشاوية والبلدية بزوج، ولاو مصاريف رأس الماء إلا ما عندكش مليون، مليون ونص، مليون و200، سي با لا بين تقرب هنايا كاع.
لا وكل شيء على عينيكم وممثل السلطة والناس ديال البلدية وكيربح 150 ألف فرانك وعنده 20 دار في قبويا هو وكل شيء على عينيكم وحنا عينا من الشعارات وعينا من الصمت عاش الملك ظهرنا خويا عاش الملك ثانيا سلب أراضي المواطنين بداعي الملك العام وحنا عندنا هنا البلادات ديال الناس فوتوهم للدولة وكاينين البلادات ديال الدولة داروا لهم تفويت للناس وعطوهم الرخص عندنا أمثلة حية لا بغينا لجنة تخص الحقائق توقف معنا في هذا الشيء أمثلة حية سكوت حنا بغينا هذا الملك العام ديال الدولة وديال الشعب ديال صاحب الجلالة بغينا نوقفوا عليه نردوه للشعب وما يديوهش أصحاب الكروش الكبار لا إله إلا الله زيد إفادة المجلس الجهوي للحسابات بالوقوف على الاختلالات الكبيرة في التسيير المالي والإداري حنا بغينا المجلس الجهوي المجلس الإقليمي ما بغيناش والعمالة حتى هي ما بغيناش لأنهم حتى هما متورطين مع هاد السماسرة مع هاد المستبدين عاش الملك عاش الملك عندهم علاقة ودية ومصالح شخصية مشتركة وكيجيو اللجان من الناظور ديال الكريات وديال البناء كيدوهم للريستورون كيتغداو على حسابهم كيعمروا لهم جيوبهم كيمشيو بحالهم شي نهار واش نهار عيطوا على شي مواطن قالوا له يا اش اخويا خرجنا مع هاد اللجنة وريوهم الكريانات واش شي نهار عيطوا على شي مناضل شي واحد في المعارضة ولا الناس ديال البلدة يقولوا لهم اش اخويا هاد البني راه فوضوي ما عمرهم عيطوا كياكلوا كيمشيو بحالهم عاش الملك عاش الملك عاش الملك السلطة حنا بغينا محاسبة السلطة الوصية وكيخرج ولا يعقل عباد الله لا يعقل اللهم إن هذا منكر وقبو يوا في عام وتبنت فيها 400 دار بدون رخصة وتبنت فيها 400 دار بدون رخصة وغي الدوزيام كاتريام ايطاج تروازيام ايطاج والباشا على عيلو كيشوف كل شيء يا سلام كيجيو الناس من برا كيشوفوا شهور من العام للعام كيقولوا لنا يا سبحان الله قبويا ولات عظيمه ولات قداش وحنا كاع ما فخبرناش هاد الرخص هادو كيعطيو الفوضى كيعطيو لونطوراج الرخصه تاع لونطوراج اللي هي اصلا ممنوعه باش يديروا تروازيام ايطاج ذوي النفوذ استعمرونا حنا بغينا الاستقلال نستقلوا من هاد الناس هادو لا جمعنا هنا تعترف لا الراس والعين نفوتوا للمطلب الاخر وهو بناء مركز صحي استشفائي وعباد الله واش كاينه شي مدينه فيها 5000 نسمه وما فيهاش طبيب دخلنا عليكم بالله واش كاين هذا الشيء في العالم ماشي في قبويا هو ما كايناش المسؤولين على عينهم كل شيء كيشوفوا في كل شيء والناس جاو يشتكيوا ولا ما يلقاو صاغيه لا حياه لمن تنادي كيمشيو غير عند الفلوس الا قلت لهم اجي نعطيكم الفلوس يجيو الا قلت لهم اخويا ما عندكش طبيب راني نموت يقول لك لا انا مثال حي اخوان انا نموذج حي للصحه انا ديت بنتي كمثال حي غادي نعطيكم واحد المثال وشخصي انا اختي بغات تزيد ديتها في اللوطو ديالي المستشفى تاع الدراق نتاع بركان غادي من هنا 160 في الكونتور عندها نزيف دموي كنضحي بالوالده ديالي كنغامر 160 راه ممنوعه في هذا الطريق هذه كنغامر براسي وبالوالده وبختي وبولدها في كرشها وملي وصلت للطبيب قال لي كون زدت 5 دقائق كون راها ماتت هذا راه نزيف دموي وشروه في السبيطار والدم النزيف غادي احتزاز ويحيى صاحب الجلاله عاش الملك قالوا لهم العمود في العجله ديال التنميه الناس عندها مشاريع غادي تخدم الناس ديال المنطقه ما غاديش يجيو الناس من الكابون يخدموا عندنا غيخدموا ولاد بلادنا مغاربه كاملين قبويا ولا سعدي ولا راس الماء ولا الناظور ولا بركان كاع مغاربه وبغينا كاع نخدموا وكاع نسكنوا وكاع نداوه وعاش يا سيدة يا سيدة والمعوق يقول لهم مليون و200 الماء للجميع والماء للجميع
وبالنسبة للكهرباء بالنسبة للتيار الكهربائي والمغرب الحمد لله كاينين مبادرات نتاع صاحب الجلالة والجبال عباد الله في الريف اقسم بالله العلي العظيم ما تقدر تطلع على رجلك وفيه الضوء او احنا في المجال الحضاري اجابوا لنا بلدي اجابوا لنا فضيحة عباد الله وكنخلصوا الضرائب لكن لا غالب بعد يبتعك الملك ما يقوموش بنا ملحقة تاع الامن الوطني بغيناهم يتمشونا في القهوة يجمعونا البزنازة احنا بغينا ولادنا يطلعوا سليمين ما بغيناهمش مخدرين واخدرونا عباد الله شوف 90% كيدي 50% يستحيل ان 20 كاريان في قبويا هو وعنده 5 ديال الرخص وحتى ذوك الرخص ما كيتحملوش المسؤوليه وما كيحترموش كنا شي تحملات وانا بصفتي خدمت 5 سنين في الكاريان عطاونا ليبون من البلديه الكاميو كيخلص 80 درهم على الكاميو والكاميو عباد الله انا خدام انا الباترون ديالي كيعطيني كيقول لي اعطي الكاميو بون في شهرين ما ديرش فيه التاريخ حتى هو كان قلنا كنعطيو البون نتا 80 درهم كيخدم به الكاميو 3 شهور 4 شهور حتى كيتلاقى مع لي كونترولور ديال الطريق عاد كيجبدو كيكتب التاريخ وكيعطي لهم كيولي لعندي كيخلص 80 درهم اخرى احنا بغينا كاملين يخلصوا وكاملين يستافدوا عاش عاش فتحية لكل أحرار العالم أينما وجدوا فتحية عزة وكرامة لأبناء المنطقة الذين يتواجدون اليوم في هذا الشكل النضالي في هذا الشكل الجهادي الذي هو بداية لمسار طويل وطويل إنه لا عودة للوراء لأنه كما نقول وكما يقال بلغ السيل الزبا ما معنى بلغ السيل الزبا؟ لن يفهمه المنتخبون الأمبيون ولكن المعطلين أو لا أبناء المنطقة يفهموا. عاش الملك! عاش الملك! بداية حول ما قيل بأنه المظاهرة هي تشويشا على الزيارة الملكية ونقول الآتي نحن من أبناء المنطقة أبناء الوطن أبناء المملكة نعتبر لجلالة الملك ملك للبلاد ورئيسها الأسمى وممثلها الأسمى وحامي حمى الوطن والدين وأميرا للمؤمنين نعتبر ذلك ومن قال بأن أبناء المنطقة ولكن كيحس فيها واحد الحاجة بأنه كاين اللي جالس في القهوية جالس وكيشوف كمتفرج وكأنه ما عايش في الواقع الواقع هو هذا ولكن معليش على أيين كل بذرة هي خير إن شاء الله في سبيل تحقيق المطالب والإصلاح والتنمية على أيين هذا جانب آخر قلنا بأنه هناك من يقول بأنه تشويش على الزيارة الملكية نرحب بجلالة الملك لأنه هذه المنطقة من مناطق ربوع المملكة السعيدة إن شاء الله ثم نقول بأنه لو كان هذو كانوا يحشبوا هما اللي كتاعوا القرن كاتزي يتزاد واحد آخر الوقفة دقات تاعو القرن تاعو كاتزي علاش؟ لأنه عارف راسه شنو كيدير وشنو دار في المنطقة وشنو داروا في أبناء المنطقة من تشويع من تهميش من إقصاء من ترهيب بالتالي هذا الشيء لا يقبل ولن يقبل لأنه أبناء المنطقة عندهم غير على هذه المنطقة صحيح كان حشموا لأنه كان عتبروا رأسنا عائلة واحدة ولكن هاد الناس يحشموا ما يحشموش وكيخافوا إلا كنتوا كتخافوا وما تحشموش احنا راه كنحشموا وما كنخافوش بهذا المنطق سنتعامل تحية الأسبوع المقبل يوم الاثنين على الساعة 9:30 من نفس المقر الإشعار الآن على البشوية أسمع البشوية اسمع الباشا انا الاثنين الجاي احنا خارجين لك مع 9:30 وهذه المرة ان شاء الله الاخوان بالحضور باحترام الغائبين طلاب ديالنا والتلاميذ ديالنا راهم كيديروا الامتحانات مرة اخرى ان شاء الله غادي يكونوا اكثر واكثر واكثر بانه منطقة دايس فيها القدس تاع الماء واعطيهمش الماء
حنا هما كيف ذلك؟ حنا هما سيدي دوزوا لهادي قادوز اللي حداش العلبه علامات استفهام علبه تسليل خبز. نقول لكم يا واحد قصه اسمح لي نقول لكم قصه ومن بعدها غادي نساليو ونشوفوا المنظمين اللي كانوا غادي يسالوا. هادو صرات لهم على واحد الحاجه هادو بعض المسؤولين هذه قصه وكتلخص الحاله تاع هادو كيفيه التشكير وكيفية التدبير. واحد ما يفهمش واحد الحاجة ما يمشي لهاش. كان عندك ابناء المنطقة يفهموا اكثر منك راك منتخبية اروح تشاور معاهم تشاور مع ابناء المنطقة. ابناء المنطقة ما بغاوش المسؤوليات ما بغاوش الاموال غير تشاوروا معاهم ساهموا في تنمية المنطقة. بغينا تنمية المنطقة وفقط ولا شيء غير ذلك. قصة شنو؟ ولا المسؤولين المساومة واحد المسؤولين شنو كان عندهم؟ واحد الفسرة راجع شحال شوا ولكن إذا كان يقدر رخصة ولكن وده نتيجة ده حتى الموافقة الجيران الجيران بس من جاري دكيس من جاري دكيس ماذا رخصتي شنبريد ماذا منيتني يمكن خو ما المطلبني ما تسر ما بس خادي رخصة أدمني غي ضعوينو ضعوينو خمس من دارا صادق خادي كثيرو دي إسبانيا تشنخ حكور هذا زمك أخذ ما ضمنه